الرحلة بدأت وأنا طالب تلميذ صغير في الابتدائية في مدرسة التعاون الابتدائية في مدينة دسوق من خلال الإذاعة المدرسية، والوالد كان عالم أزهري وأستاذ لغة عربية وإمام وخطيب المسجد سيدي إبراهيم الدسوقي، وأنا من عائلة دينية أو يعني كلها أزهرية، كلهم تربوا في رباط الأزهر، الأجداد والأعمام، فكان عندهم أمل في علاء أنه يطلع من أحد رجال الأزهر، فكان بحفظ القرآن على إيد الوالد. وفي فترة عشت في المدينة المنورة فبرضو مع الوالد، فكنت في رحاب المسجد النبوي برضو بحفظ القرآن. لما رحت رجعت مصر ودخلت مدرسة التعاون، كانوا بيخلوني أعمل افتتاحية الصباح بقراءة آيات من الذكر الحكيم، وبعدين أبدأ أقدم الإذاعة. فوانا بقدم الإذاعة المدرسية أو ببدأ ده كنت بمثل، وكان عندي شغف بشاشة السينما دي والناس اللي جوه دول، حاسس ان انا عندي طموح ابقى زيهم. انا مش عارف ايه هو ومش عارف انا ليه بحب الحكاية دي، ولكن طول الوقت العيلة بتقول لا ده الواد ده مش نافع، ده هيطلع ممثل، ده بيروح السينما يوم الاثنين ده. وطبعا بصرخ كتير جدا للواد عشان يجيب لنا تلفزيون، عشان انا عايز اشوف الممثلين في التلفزيون في المسلسلات اللي بتتذاع، كان مسلسل واحد بيتذاع. والوالد عمره ما اعترض، ولكن كان عنده مشكلة انه حقق حلمي انا كالشيخ مرسي، وبعدين اعمل اللي انت عايزه، يعني خلص الجامعة خلص خالص ما وراكش حاجة، عايز بقى تمثل تمثلش انت حر، وتأسس كويس وما تغضبش ربنا. عندك اخوات؟ عندي اخويا الاكبر مهندس سهل، الاخت الكبرى دي شيخة معهد ازهري بتحال على المعاش دلوقتي، وفي حسان محامي، والصغرى خالص زينب دي محامية ولكن لا تعمل يعني مقيمة. بيقولوا دايما ان احلى قصة حب في حياة الفنان اول مشهد بيعمله، وانت اول مشهد عملته على ما اذكر كان مشهد في استوديو 10 في التلفزيون، مسلسل ليالي الحلمية مع الاستاذة محسنة توفيق الفنان ممدوح عبد العليم. كلمني عن ذكرياتك عن العمل الجميل ده. المشهد ده طبعا المسلسل ليالي الحلميه هو ايقونه، دي البدايه بتاعتك. دي البدايه، اول مره اشوف كاميرات، اول مره اشوف ممثلين حقيقيين، لان برغم ان انا كنت طالب في المعهد لكن انا كنت طالب منطوي شويه في المعهد، يعني بمثل في حدود المعهد من خلال مهرجان المسرح، وعندي اسم كويس صنعته في الاكاديميه، ولكن مبنى التلفزيون كان حلم الدخول لي، كان عظيم بالنسبه لي، ولكن انا كنتش اعرف اروحه ازاي. كان زمايلي بيروحوا فكنت بطلب منهم اروح معاهم، فما كانش بيسعدني الحظ ان ادخل المبنى. الى ان في يوم كان في عرض مسرحيه في المعهد، وحضرها الاستاذ اسماعيل عبد الحافظ والاستاذ اسامه انور عكاشه وزميل ليا كان اسمه رحمه الله عليه اسمه فهم الشرعاوي، وكان هو احد مساعدين الاستاذ اسماعيل. اتفرجوا عليه، بعدها طلع لي فهمي قال لي انزل كيك سلم على الاستاذ اسامه والاستاذ اسماعيل بيسالوا عليك. فالاستاذ اسامه والاستاذ اسماعيل قالوا لي انت تجينا الاستوديو 10 في التلفزيون، فهمي هيجيبك عشان هنعمل لك اختبار. ودخلت المبنى ودخلت استوديو 10، بدات اول مشهد بيعملوا لي تيست، الا وفجاه نزل استاذ عظيم استاذ الانتاج الاستاذ سيد ابو السعود الله يديله الصحه، وقال لي تعالى يا ولد هنا. فرحت له قال لي تعالى معايا. قلت له فين؟ قال لي تعالى بس معايا. وراح طالع بيا الدور العاشر على ما اعتقد، دخل بيا فتح الباب، فجاه لقيت الاستاذ ممدوح الليسي قدام، قال لي تعالى ايه المشهد الحلو اللي انت عملته ده ولد؟ شافه عنده شافه عنده في المنف